توافق مصري بحريني على ضرورة حفظ أمن المنطقة وشعوبها والعمل على الدفع بالحلول السياسية والبعد عن الحلول العسكرية. دخول 206 شاحنات للمساعدات لقطاع غزة اليوم عبر معبري رفح وكرم أبو سالم. جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤكد إصابة 18 جنديا في ضربة نفذها حزب الله اللبناني. تحياتي مشاهدينا الكرام، نشرة إخبارية مفصلة جديدة على شاشة النيل الأخبار. تحياتي لحضراتكم. أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن هناك توافق مع ملك البحريني على ضرورة حفظ أمن المنطقة وشعوبها ضد مختلف المهددات وعدم تركها لدعاة الحروب والعمل على الدفع بالحلول السياسية والبعد عن الحلول العسكرية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك لرئيس السيسي وملك البحرين حمد بن عيسى الخليفة. لقد ناقشت مع شقيقي جلالة الملك البحرين تفصيلا هذه التطورات الإقليمية المقلقة وتصورات التعامل معها في إطار اتفاقنا معا على ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وشعوبها ضد مختلف المهددات وعدم ترك مسائرها لإرادة دعاة الحروب في إطار أولوية الأمن العربي المشترك الذي نعتبره كل لا يتجزأ. وقد اتفقنا على ضرورة التكثيف والتشجيع الفوري لجهود إيقاف التصعيد سواء في الأراضي الفلسطينية أو على المستوى الإقليمي، والعمل على دفع الأطراف إلى إنتاج العقلانية والحلول الدبلوماسية والتخلي عن الحلول العسكرية وتصورات الغلبة والنفوذ والهيمنة والسماح للجهود المخلصة الهادفة للسلام بالنجاح، فتح مسار بديل لشعوب ودول المنطقة يحمل أملاً بمستقبل توحد فيه شعوب ودول المنطقة جهودها من أجل الرخاء والتنمية. أوضح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مباحثاته مع ملك البحرين حمد بن عيسى الخليفة تناولت الجهود العربية المشتركة للتعامل مع الوضع الغير قابل للاستمرار في الأراضي المحتلة. كما تناولت المباحثات الدعوة لوقف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة ووقف كل المحاولات الخاصة بالتهجير القسري للشعب الفلسطيني. لقد ناقشت مع شقيقي جلالة الملك جهودنا، جهود بلدينا والجهد العربي المشترك للتعامل مع هذا الوضع غير قابل للاستمرار، ووضع حد له والأهم ضمان عدم تكراره من خلال العمل على توحيد الإرادة الدولية لإنفاذ وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، وقف كل محاولات التهجير القسري أو التجويع أو العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني الشقيق، والنفاذ الكامل والمستدام والكافي للمساعدات الإنسانية للقطاع مع الانخراط الجاد والفوري في مسارات التوصل لحل سياسي عادل ومستدام للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وإنفاذ دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. كما أكد السيد الرئيس السيسي أن المنطقة في الوقت الحالي تمر بمنحنى شديد الخطورة نتيجة الحرب الدموية الإسرائيلية على قطاع غزة وسقوط المروع لآلاف الأبرياء. اليوم في وقت بالغ الدقة وشديد الخطورة نتيجة الحرب الإسرائيلية الدموية على قطاع غزة واستمرار سقوط المروع لآلاف المدنيين الأبرياء. لا حول لهم ولا قوة ولا ذنب لهم إلا أنهم يتواجدون في أراضيهم ويتشبثون ببيوتهم وأوطانهم ويطمحون إلى العيش بعزة وكرامة وإنسانية. كما حذر الرئيس السيسي ليس فقط من تبعات الحرب على القطاع وإنما مما ستجره لا محالة من امتداد للصراع. وأيضا دعوات التصعيد والانتقام وإدخال المنطقة في دائرة العنف والعنف المضاد. لقد حذرت مصر كثيرا
ليس فقط من تبعات تلك الحرب السياسية والأمنية والإنسانية المباشرة على الأشقاء في فلسطين المحتلة، وإنما كذلك مما ستجره لا محالة من اتساع للصراع وامتداد حتمي لدعوات التصعيد والانتقام وإدخال المنطقة في دائرة من العنف والعنف المضاد، فتتسع دائرته لتلتهم دون رحمة أي أمل لشعوب المنطقة في سلام وحياة مستقرة آمنة. كما أكد رئيس السيسي أن ما تشهده المنطقة حاليا هي لحظة فارقة سيتوقف عندها التاريخ بسبب الاستخدام المفرط للقوة العسكرية، وأيضا هذا تجاه الآلاف آلاف المدنيين وسط غياب لأي قدرة للإرادة الدولية لإنفاذ أبسط مفاهيم الإنسانية. هي لحظة فارقة دون شك سيتوقف عندها التاريخ لما تشهده من استمرار الاستخدام المفرط للقوة العسكرية في ترويع المدنيين وتجويعهم وعقابهم جماعيا لإجبارهم على النزوح والتهجير القسري، في ظل مشاهدة عاجزة من المجتمع الدولي وغياب أي قدرة أو إرادة دولية على إنجاز العدالة أو إنفاذ القانون الدولي أو القانون الدولي الإنساني أو حتى أبسط مفاهيم الإنسانية. من جانبه قال ملك البحرين إن مباحثاته مع رئيس السيسي تضمنت سبل تعزيز العمل العربي المشترك، وأيضا ضرورة تنفيذ قرارات وقف إطلاق النار في غزة وتوصيل المساعدات الإنسانية للقطاع وإيجاد حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية. تمت مناقشة عدد من القضايا ذات الأولوية والأهمية لتعزيز العمل العربي المشترك، وخصوصا ما تعلق بضرورة تنفيذ قرارات وقف إطلاق النار في غزة وتوصيل المساعدات الإنسانية والحاجة إلى مسار سياسي نحو سلام عادل ودائم في المنطقة على أساس حل الدولتين وقبول فلسطين كعضو كامل للعضوية في الأمم المتحدة، لينال الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعة. وقد أثنى ملك البحرين على جهود مصر المتواصلة ومواقفها الثابتة ودورها التاريخي. هذا الدور التاريخي المستمر من أجل نشر السلام ودعم الاستقرار الإقليمي والعالمي. ولا يسعنا هنا إلا أن نجدد دعم مملكة البحرين لجهود مصر الشقيقة ومواقفها الثابتة ودورها التاريخي المستمر من أجل نشر السلام ودعم الاستقرار الإقليمي والعالمي، وهو أمر ليس بغريب ولا بمستغرب على مصر العزيزة التي سجل تاريخها القديم أول معاهدة سلام مكتوبة عرفها العالم. كان رئيس السيسي قد استقبل العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة وذلك في قصر الاتحادية، وأجريت له مراسم الاستقبال الرسمية، وأطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبا بزيارة العاهل البحريني، وعزفت السلام الموسيقي عزف لكلا البلدين. ولدى وصول ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة إلى مطار القاهرة الدولي كان في استقباله السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعزفت الموسيقى العسكرية تحية استقبال للعاهل البحريني.
للمزيد من المتابعة ينضم إلينا الدكتور مختار غباشي، الأمين العام لمركز الفارابي للدراسات. دكتور مختار، كيف تقرأ هذه الزيارة في سياقها الزمني؟ يعني تحياتي لك ابتداء وتحياتي لمشاهديك. يعني بالتأكيد زيارة في سياق زمني حرج للغاية للواقع العربي، الواقع الإقليمي والواقع الدولي. الساحة ملتهبة صراعا إسرائيليا إيرانيا لا نعلم مدى، هل إسرائيل سوف تصعد من وتيرة حديثها وردها على الطرف الإيراني، وماذا لو فعلت إسرائيل عملية تجاه إيران، ماذا سوف يكون رد الفعل الإيراني، وهو حديث ورد على لسان إبراهيم رئيسي سوف يكون أقصى وأشد عنفا وعمقا. الوضع داخل قطاع غزة عصي على الحل بالطرق السياسية والدبلوماسية والتفاوضية حتى هذا التاريخ، وما زالت جرائم الإبادة من قبل إسرائيل ترتكب بشكل يومي في حق سكان عزل، 2,200,000 نسمة أو 300,000 نسمة في العراء يعاني الجوع، وهناك أزمات إنسانية خاصة بهم، خصوصا أن كل المقرات الخاصة بالجمعيات الدولية أو الإنسانية أو اللي بتقوم بعملية المساعدات هجمت. العلاقات العربية العربية في أمس الحاجة إلى شكل تنسيقي تستطيع أن تواجه به حلب التجاذبات القوى الإقليمية والقوى الدولية عليها. قضايا مهمة وملحة موجودة، وأتصور أن حديث سيادة الرئيس مع العاهل البحريني طال الحديث كثير جدا من القضايا الموجودة في المنطقة، آليات التنسيق المشترك. ومعلوم أن العلاقات المصرية البحرينية علاقات ممتازة وفي أوج يعني قمتها، ومن الأهمية أن تكون هذه الزيارة موجودة وأن يكون التنسيق ما بين الزعيمين على هذا المستوى. نعم، أشكرك جزيل الشكر دكتور مختار غباشي، الأمين العام لمركز الفارابي للدراسات السياسية والاستراتيجية، شكرا جزيلا لك. هذا وتمتد العلاقات المصرية البحرينية لأكثر من 100 عام، حيث يعود التعاون ما بين البلدين لعام 1919. ومع تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، شهدت العلاقات بين البلدين تطورا ملحوظا على كافة الأصعدة. على مدى تاريخها الطويل شكلت العلاقات المصرية البحرينية نموذجا يحتذى به في العلاقات العربية العربية، ومثالا متميزا في خصوصيتها ومتانتها وتفاعلها الإيجابي مع قضايا الأمة العربية والإسلامية. وخلال السنوات الأخيرة اكتسبت العلاقات بين القاهرة والمنامة مزيدا من القوة والتماسك والاستمرارية، وذلك بفضل حرص قائدي البلدين على ترسيخها والارتقاء بها لتشمل كافة المجالات، بما يستجيب لتطلعات الشعبين ويسهم في تعزيز أواصر التعاون والتنسيق العربي. ولا شك أن هناك أكثر من قضية تفرض على كل من مصر ومملكة البحرين الشقيقة التشاور والتنسيق بشأنها، لذا يظل محور القاهرة المنامة نشيطا للغاية في العديد من الملفات، ومن ذلك ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي على غزة والأوضاع في سوريا وليبيا واليمن، بالإضافة إلى التطورات المتلاحقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والخليج على خلفية الصراع الإيراني الإسرائيلي. وتأخذ العلاقات زخما أكثر بالزيارات واللقاءات المتبادلة بين رئيس عبد الفتاح السيسي وأخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين، حرصا منهما على تعزيز آفاق التعاون الثنائي بين البلدين وجميع الدول العربية. وفي ظل العلاقات الأخوية المتميزة تعمل حكومتا البلدين على بلورة سياسات ناجعة تقوي من مسار العلاقات الاقتصادية والتنموية بين البلدين، كما تجسد الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين والوفود الاقتصادية وغيرها رغبة أكيدة في إعطاء زخم لهذه العلاقات بما يقويها ويجعلها رافدا أساسيا في خدمة اقتصاد البلدين. ويؤكد الجانب البحريني على دعمه لمصر في جميع المناسبات والمحافل الإقليمية والدولية، كما يثمن الدور الهام
الذي تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل دعم مختلف القضايا التي تهم البحرين ومواقفها المساندة للقضايا العربية. من جهتها تجدد مصر التأكيد على وقوفها مع البحرين ومساندته للمبادرات والبرامج الإصلاحية التي يقودها عاهلها من أجل تعزيز تقوية صرح البناء الديمقراطي بما يحفظ لمملكة البحرين سيادتها وأمنها واستقرارها ووحدتها الوطنية. ولعل أقوى محفز وأكبر دافع للارتقاء بمستوى هذه العلاقات بحاضرها الحافل ومستقبلها الواعد هو سعي قائدي البلدين إلى تعزيز التعاون المشترك بين بلديهما وتوجيهاتهما للدفع بهذه العلاقات وبهذا التعاون إلى مدى أوسع وأعمق بما يعود بالخير والازدهار على الشعبين الشقيقين. أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية تكاتف الجهود الدولية لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإغاثية لكافة مناطق القطاع وأيضا حماية سكانه من خطر المجاعة. وخلال اتصال هاتفي تلقى الرئيس من رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش حذر الرئيس السيسي من خطورة استمرار التصعيد العسكري وتوسعه بما يهدد أمن وسلامة المنطقة. وأكد المتحدث باسم الرئاسة أنه تم التباحث بشأن عدد من التطورات الإقليمية والدولية حيث شدد الرئيسان على ضرورة بذل كافة المساعي لتهدئة التوتر الإقليمي وتحقيق الاستقرار في المنطقة. تتواصل الجهود المصرية لضمان سرعة واستمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالي قطاع غزة. وفي هذا الإطار تم اليوم إدخال 40 شاحنة مساعدات للقطاع من معبر رفح، وتم إدخال 166 شاحنة عبر كرم أبو سالم ليبلغ بذلك إجمالي الشاحنات التي دخلت لقطاع غزة اليوم عبر المعبرين 206 من الشاحنات. وتم إدخال 8 شاحنات وقود للقطاع فضلا عن شاحنة أدوية عبر منفذ رفح. واستقبل المعبر 8 من المصابين و16 مرافق قادمين من القطاع لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية. ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي 6 مجازر خلال الساعات 24 الماضية، راح ضحيتها 56 شهيدا وأصيب 89 آخرون. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع لأكثر من 33 ألف شهيد بالإضافة ل 76,664 مصابا.
لليوم 194 على التوالي يواصل الاحتلال الإسرائيلي هجومه الوحشي على مناطق متفرقة بقطاع غزة مخلفا عشرات الشهداء والجرحى. ففي أحدث هجوم قصف الطيران الحربي الإسرائيلي مدينة رفح مما أسفر عن سقوط شهداء بينهم أطفال، كما استهدف القصف الإسرائيلي العنيف منزلا في حي الشجاعية شرق مدينة غزة ما أسفر عن شهداء وجرحى. كما أفادت مصادر فلسطينية أن الطيران الإسرائيلي شن غارات على شارع صلاح الدين وحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وأضافت أيضا أن غارة استهدفت مسجد أبو بكر الصديق في حي الصبرة بالمدينة، بينما كثف الجيش الإسرائيلي غاراته على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة في وقت يواصل فيه عملياته شمال المخيم لليوم السادس على التوالي. وفي شمال القطاع سقط عدد من الشهداء في قصف إسرائيل لتجمع من الفلسطينيين في حي الشيخ رضوان، بينما استشهد العشرات في قصف استهدف سيارة للشرطة في حي التفاح بمدينة غزة. وقالت وزارة الداخلية بالقطاع إن بينهم ضباطا وعناصر شرطة. يأتي ذلك بينما ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي 6 مجازر خلال الساعات 24 الماضية، واستشهد خلالها 56 فلسطينيا وأصيب 89 آخرون، ما يرفع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع المنكوب إلى 33,899 فلسطينيا و 76,664 مصابة. في غضون ذلك أعلنت مصادر إعلامية إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي رفع مستوى الاستعداد للعمليات البرية في رفح جنوبي القطاع والمخيمات وسط قطاع غزة، حيث تمت الموافقة على خطة اجتياح رفح من قبل هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي. عاد مخبز في مدينة غزة وذلك للعمل لأول مرة منذ 6 أشهر بمساعدة برنامج الأغذية العالمي ليوفر الخبز الذي تشتد الحاجة له في شمال القطاع. وحذر تقرير للأمم المتحدة من حدوث مجاعة وشيكة في القطاع المنكوب. مع تواصل العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، بات شبح الجوع يخيم على القطاع المنكوب، فقد تصاعدت أزمة الغذاء وأصبحت تهدد الآلاف من النازحين. ولأول مرة منذ 6 أشهر عاد مخبز في مدينة غزة للعمل بمساعدة برنامج الأغذية العالمي ليوفر الخبز الذي تشتد الحاجة له في شمال القطاع، حيث حضر تقارير للأمم المتحدة من حدوث مجاعة وشيكة. الكيان المحتل لم يكتفي برفض إدخال الوقود والمساعدات الإنسانية وقطع الكهرباء والماء، ولكنه قام بقصف المخابز في القطاع المنكوب وحرم السكان من غذائهم الأساسي بعدما كان هناك 140 مخبزا عاملا في غزة قبل الحرب. الأمم المتحدة حذرت من أن تسليم المساعدات داخل غزة يواجه تأخيرات كبيرة عند نقاط التفتيش. وخلال الأسبوع الماضي تم رفض 41% من الطلبات المقدمة لتوصيل المساعدات لشمال غزة، مؤكدة أنها ستوجه نداء لجمع 2.8 مليار دولار بهدف مساعدة السكان الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة خلال هذا العام. ومع تصاعد مخاطر الإنزال الجوي للمساعدات واستشهاد حشود من الرجال والأطفال وهم يركضون في شوارع غزة وراء قوافل المساعدات الضئيلة أملا في كثرة خبز، معرضين حياتهم للخطر من أجل الحصول على الغذاء لأسر تتدور جوعا، رجحت وزارة الدفاع الأمريكية بنتاغون الانتهاء من إعداد الرصيف المؤقت لنقل المساعدات الإنسانية إلى غزة نهاية الشهر الجاري. جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يترك أي شكل من جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية دون أن يرتكبها خلال عدوانه الغاشم المستمر منذ 7 أكتوبر الماضي على قطاع غزة. أكدت المتحدثة باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة تيس أنجرم أن الأجساد الممزقة والحياة المحطمة لأطفال غزة هي شهادة على وحشية القوات الإسرائيلية. وشددت تيس أنجرم على أن مقتل أو إصابة طفل كل 10 دقائق فإن السبيل الوحيد لوقف قتل وتشويه الأطفال هو وقف إطلاق النار. الأطفال أكثر من دفع فاتورة الحرب الإسرائيلية الشرسة،
فلم يقتصر الأمر على القتل والتشريد، بل أدى انهيار العمليات الإنسانية والزيادة الحادة في سوء التغذية إلى ارتفاع عدد الوفيات بين الأطفال بسبب القصف تارة والجوع تارة أخرى. المتحدثة باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف أكدت أن الأجساد الممزقة والحياة المحطمة لأطفال غزة هي استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمطار القاهرة الدولي الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل مملكة البحرين الذي يقوم بزيارة رسمية لمصر. وقد اصطحب السيد الرئيس ضيف مصر الكريم إلى قصر الاتحادية، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمية وتم عزف السلمين الوطنيين. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الزعيمين عقدا جلسة مباحثات رسمية شهدت التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية التاريخية والأخوية بين الدولتين في ضوء الزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات مؤخرا، حيث تم الإعراب على الارتياح لمستوى التعاون والتنسيق القائم في مختلف الموضوعات. المباحثات تناولت التطورات الأخيرة للأوضاع الإقليمية وما تعكسه من توسع لدائرة الصراع على نحو خطير، حيث أكد الزعيمان ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وشعوبها والتصرف بمسؤولية وحكمة في هذه المرحلة الدقيقة، داعين لتكثيف الجهود الدولية لإيقاف التصعيد العسكري ونزع فتيل التوتر الإقليمي، لا سيما من خلال إنهاء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة. حيث استعرض السيد الرئيس في هذا الصدد الجهود المصرية الحثيثة للتهدئة بالقطاع، وتم تأكيد ضرورة التوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة ووقف جميع محاولات التهجير القسري أو التجويع أو العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني الشقيق، وضمان النفاذ الكامل والمستدام والكافي للمساعدات الإنسانية، مع التشديد على ضرورة الوصول إلى حل عادل ومستدام للقضية الفلسطينية من خلال الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. كان هذا مشاهدينا الكرام تقريرا مفصلا عن الحدث الأبرز في نشرتنا، وهو زيارة عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى للقاهرة. وهذا وقد دعت لجنة فلسطين بالبرلمان العربي المجتمع الدولي إلى ضرورة تبني موقف موحد ومغاير لحالة الصمت المخزية تجاه ما تشهده الأراضي الفلسطينية من استمرار للهجمات الوحشية المتصاعدة للاحتلال الإسرائيلي الغاشم تجاه أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث للجنة فلسطين بالبرلمان العربي برئاسة رئيس البرلمان العربي عادل العسوي. لمناقشة آخر المستجدات الخاصة بالقضية الفلسطينية في ظل الحرب على قطاع غزة، عقدت لجنة فلسطين بالبرلمان العربي اجتماعا برئاسة عادل العسومي رئيس البرلمان العربي وأعضاء اللجنة. نؤكد بأن البرلمان العربي يدعم الصمود الفلسطيني، وأن الصمود الفلسطيني قد حقق النتائج المرجوة وقد غلب الموازين، والآن الوضع احنا على رغم التكلفة العالية التي قدمها الشعب الفلسطيني والذي أعطى درس في كيفية الصمود وكيفية الدفاع
عن حقوق الشعب المشروعة. استعراض لمجمل الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني في عموم الأراضي الفلسطينية وتحديدا في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس. هذا الاجتماع يناقش أيضا ماذا يمكن أن يقدم البرلمان العربي وماذا يمكن أن تقدمه الدول العربية الشقيقة في إطار مناهضة ومقاومة الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني. خلال الاجتماع تم التأكيد على أهمية دخول المساعدات إلى قطاع غزة ووقف إطلاق النار. لابد من حدوث هكذا اجتماع يتم في إدانة كل أشكال الاعتداءات اللي عم بتتم على الشعب الفلسطيني داخل الأراضي الفلسطينية بالكامل، وبالأخص هذه الحروب الهمجية التي تتم على قطاع غزة بالكامل. كان البرلمان العربي قد شكل لجنة خاصة لمتابعة الانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الأعزل، مع التواصل مع المنظمات الحقوقية الدولية للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني ومحاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم. يأتي هذا الاجتماع لمتابعة آخر التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية، خاصة مع استمرار الحرب على قطاع غزة وتحركات البرلمان العربي لدعم القضية الفلسطينية والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني. منذر أبو دوح، أني الأخبار. شن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا مدفعيا مكثفا باتجاه الأراضي اللبنانية ردا على إطلاق حزب الله صواريخ على بلدة عرب العرامشة بالجليل الأعلى. كان جيش الاحتلال قد أعلن في بيان أن 18 إسرائيليا أصيبوا جراء سقوط 4 صواريخ أطلقت على بلدة عرب العرامشة وفشلت القبة الحديدية في اعتراضهم. هذا وتتزايد التحذيرات الدولية من انزلاق المنطقة نحو المجهول في ظل تصاعد التوترات العسكرية ما بين إيران وإسرائيل، على خلفية تعهد الجيش الإسرائيلي بالرد على الهجوم الإيراني غير المسبوق على إسرائيل. تفاصيل أكثر حول هذا الملف مع زميلتي آلاء حامد. إليك آلاء. وأهلا بكم مشاهدينا. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن القوات الإيرانية قادرة على الحفاظ على أمن البلاد، مشيرا إلى أنه يمكن لدول المنطقة الاعتماد على القدرات العسكرية الإيرانية. وأضاف رئيسي في خطاب ألقاه أمام قادة الجيش والحرس الثوري بمناسبة يوم الجيش، أضاف أن الرد الإيراني على الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق كان مدروسا ودقيقا، موضحا أنه أوصل رسالة إلى إسرائيل والولايات المتحدة بأن القوات الإيرانية جاهزة لمواجهة أي تهديد. وتوعد رئيسي بالتعامل بشدة وصرامة مع أي هجوم إسرائيلي على الأراضي الإيرانية. قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إنه من الواضح أن إسرائيل اتخذت قرارا بالرد على الهجوم الإيراني. وأضاف كاميرون أنه يأمل في أن إسرائيل ستنفذ ذلك بطريقة تبقي على التصعيد عند الحد الأدنى، لافتا إلى أن بلاده تريد فرض عقوبات منسقة على إيران، ومؤكدا أنه على مجموعة السبع توجيه رسالة واضحة لا لبس فيها إلى إيران. أعلنت الولايات المتحدة أنها ستفرض عقوبات جديدة على إيران خلال الأيام المقبلة، بما في ذلك برنامجها للصواريخ والطائرات بدون طيار، إلى جانب عقوبات جديدة ضد كيانات تدعم الحرس الثوري ووزارة الدفاع الإيرانية. وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ينسق مع الحلفاء والشركاء بما في ذلك مجموعة السبع ومع قادة الحزبين في الكونغرس بشأن رد شامل في أعقاب الهجوم الجوي غير المسبوق الذي شنته إيران ضد إسرائيل. على خلفية الهجوم الإيراني على إسرائيل تأتي تهديدات بعقوبات أمريكية وأوروبية على طهران في خطوة لإرضاء إسرائيل والتخفيف من حدة التصعيد العسكري بينهما.
البيت الأبيض أعلن أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على إيران، فعلى لسان مستشار الأمن القومي الأمريكي قال جيك ساليفان في بيان له أنه في الأيام المقبلة ستفرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة تستهدف إيران بما في ذلك برامجها للطائرات المسيرة والصواريخ، بالإضافة إلى كل من الحرس الثوري ووزارة الدفاع الإيرانيين. من جهته قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن الاتحاد الأوروبي يستعد لتوسيع نطاق عقوباته على إيران ردا على هجومها على إسرائيل، مشيرا أن جميع وزراء خارجية دول التكتل 27 نددوا بشدة بالهجوم الإيراني على إسرائيل، مع تجديده في الوقت نفسه على ضرورة تجنب تصعيد إقليمي. وتقوض بالفعل العقوبات التي تفرضها واشنطن على طهران جميع أشكال التجارة الأمريكية تقريبا مع البلاد، وتجمد أصول الحكومة في الولايات المتحدة، وتحظر المساعدات الخارجية ومبيعات الأسلحة الأمريكية. ويبدو أن الخيارات الأمريكية لفرض مزيد من العقوبات تشمل استهداف تدفق النفط الإيراني واستهداف ممولي إيران بشكل أكثر شراسة، وتعتبر أحد أهم الخيارات لدى واشنطن هو أن الاتحاد الأوروبي وحلفاء غربيين آخرين يفرضون عقوبات متعددة الأطراف على طهران، لأن معظم العقوبات المفروضة على إيران حاليا هي إجراءات أمريكية. وفرضت إدارة بايدن عقوبات على مئات الأشخاص والكيانات ضمن إجراءات تتعلق بطهران منذ عام 2021 استهدفت قدرات إيران النووية وقطاعي الطاقة والدفاع والمسؤولين الحكوميين والبنوك وجوانب أخرى من الاقتصاد الإيراني. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من واشنطن المستشار حازم الغبرة، مستشار وزارة الخارجية الأمريكية سابقا لشؤون الشرق الأوسط. سيادة المستشار، يعني الولايات المتحدة الأمريكية قالت إنها ستفرض عقوبات على إيران في الفترة القادمة، ماذا تتوقع أن تكون هذه العقوبات؟ سيدة الكريمة، شكرا على الاستضافة. من الواضح أن الغرب بشكل عام والولايات المتحدة بشكل خاص تحاول التهدئة الآن، وتحاول تقديم شيء للطرف الإسرائيلي على الأقل كبديل لعمليات عسكرية. العقوبات هي طبعا أسهل شيء ممكن تقديمه، لكن ذلك صعب يعني أن يحقق أحلام إسرائيل أو طموحاتها في الرد على هذه الضربة، بسبب بسيط أنها يعني لا يوجد دولة في العالم عليها عقوبات كإيران. فهذه العقوبات لم تنجح طول عشرات السنين في ردع إيران أو تأثير على برنامجها العسكري أو برنامجها النووي حتى، فلا أعتقد أن هذا سيكون مرضي للطرف الإسرائيلي. وكان أعتقد حديث الرئيس الإسرائيلي واضح مع رئيس الوزراء البريطاني منذ قليل، إسرائيل ماضية في عملية عسكرية لا أحد يعرف متى وكيف، لكن القرار شبه متخذ من الطرف الإسرائيلي بالرد عسكريا على إيران. يجب تنويه هنا بسرعة أن ليس فقط الولايات المتحدة تعمل على عقوبات، ثلاث أطراف تعمل على عقوبات. طبعا الاتحاد الأوروبي يعمل على مجموعة عقوبات، وأيضا دول السبع الكبرى، مجموعة السبع جي 7 تحدثت عن مجموعة عقوبات أيضا. فأعتقد أنه هناك اتفاق دولي حول العقوبات، لكن لا أعتقد أن ذلك سيكون كافي ثني إسرائيل على الرد عسكريا، خصوصا أن إسرائيل تعتقد أنها تحتاج إلى استمرار التفوق العسكري النوعي في منطقة الشرق الأوسط حفاظا على مصالحها وأمنها. نعم سيادة المستشار، يعني في بيان نشره البيت الأبيض اليوم الأربعاء أن بايدن ينسق مع الحلفاء والشركاء بما في ذلك مجموعة السبع ومع قادة الحزبين في الكونغرس بشأن رد شامل في أعقاب الهجوم الجوي غير المسبوق الذي شنته إيران على إسرائيل مؤخرا، يعني ماذا يعني هذا التصريح للرئيس الأمريكي جو بايدن برأيك؟ طبعا كما تحدثنا يعني موضوع العقوبات الآن مطروح ويجري العمل عليه، لكن أيضا هناك قرار يمكن أن يعني يتوجب اتخاذه. هل تشارك الولايات المتحدة ودول أخرى إسرائيل في أي ضربة ممكنة؟
وأهم من ذلك إذا حصلت ضربة مع أو دون يعني العمل مع شركاء دوليين من طرف إسرائيل، كيف سيكون الردع ومحاولة الحفاظ على أمن المنطقة في ظل يعني صراع مشتعل بين إسرائيل وهي دولة نووية طبعا، وإيران وهي دولة كبرى لديها أسلحة ولديها مجموعات تدعمها، مجموعات منتشرة في اليمن، في العراق، في سوريا، في لبنان. فنتحدث نحن عن حرب كبيرة ممكنة، فالولايات المتحدة عليها أن تكون جاهزة للتعامل مع حرب مستقبلية إذا وصلنا لهذه المرحلة. فيتوجب هنا الحوار مع الدول الصديقة والشريكة طبعا، وأيضا حوار داخلي بدأ في الولايات المتحدة بين البيت الأبيض والكونغرس الأمريكي حول الخطوات التالية. نعم، في ظل هذه المواقف سواء من الولايات المتحدة الأمريكية وهذه التصريحات أو التصريحات أيضا من الطرفين إيران وإسرائيل بالتوعد برد ورد متبادل، يعني إلى أي مدى تتوقع أن يتم تنفيذ هذه التهديدات ويكون هناك تصعيد في الفترة القادمة، أم تتجه الأمور نحو منع ووقف هذا التصعيد برأيك؟ بصراحة لا أحد يعرف في هذه المرحلة، إسرائيل غير واضحة بشأن ردها المحتمل. أعتقد أن حجم هذا الرد ونوعه سيكون أساسيان في يعني تحديد الفترة القادمة، كما أن يعني الضربة الإيرانية، محدودية الضربة الإيرانية واستطاعة إسرائيل والولايات المتحدة مع شركائهم التصدي لهذه الضربة يعني خفف من اشتعال الأزمة، لكن طبعا لم ينهيها. ايضا الرد الاسرائيلي الان سيكون يعني نوعه وكمه ووقته وكل ذلك سيكون عوامل اساسيه في تحديد الى اين ستؤول الامور. يعني اذا اكتفت اسرائيل بضربات سبرانيه حتى يمكن اغتيال جديد في خارج الاراضي الايرانيه، قد يكون الامر منتهي بعض الشيء بشكل او باخر. لكن إذا كان هناك ضربة في الداخل الإيراني خصوصا على مفاعلات ومنشآت نووية، قد يشعل ذلك فتيل أزمة كبيرة جدا، ليس فقط من طرف إسرائيل وإيران، قد تدخل الغرب معها وأيضا دول المنطقة. نعم، فالموضوع غير واضح أبدا في هذه الفترة. نعم، المستشار حازم الغبرة مستشار وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط سابقا كنت معنا مباشرة من واشنطن، شكرا جزيلا. ونستكمل أيضا هذه الأخبار. لم تكشف إسرائيل حتى هذه اللحظة نواياها لثأر محتمل ردا على إطلاق إيران 350 صاروخا وطائرة بدون طيار مؤخرا، فيما تتزايد الضغوط الدولية عليها للحيلولة دون حرب مفتوحة. ولم تتخذ الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو قرارا بعد، إلا أنه يبدو أن الرد المحتمل سيكون عوضا عن فشلهم في حرب غزة. قلق وترقب تشهده الأوساط السياسية في إسرائيل من تصعيد أكبر مع إيران يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رغبة منه للتعويض عن فشله في قطاع غزة التي يرى المراقبون أن نيران الحرب فيها بدأت تخبو أو على الأقل خف حماس الشارع الإسرائيلي حيالها. في الأسابيع الأخيرة وقبل الضربة الإيرانية كانت التظاهرات في إسرائيل قد اجتمعت تحت شعار واحد هو إسقاط نتنياهو، مطلب دعمه ساسة سابقون كرئيسي الوزراء السابقين إيهود أولمرت وإيهود باراك ومن زعماء المعارضة مثل يائير لابيد وأفيغدور ليبرمان. ما عزز هذه النداءات هو الشعور العام أن الحرب في غزة انتهت فعليا ويجب أن تنتهي رسميا بصفقة تبادل. ثم جاء الرد الإيراني كتوقي نجاة، فنتنياهو يريد حربا أو على الأقل توترا يثير بلبلة. ثم إن الملف النووي الإيراني والعداء لإيران يحظى بإجماع إسرائيلي أكثر من حرب منتهية مع غزة، بات المجتمع الدولي والشارع الإسرائيلي يسأم منها. إيران تلك اللعبة القديمة لنتنياهو التي مارسها لسنوات، أما غزة فقد كان شيئا طارئا خارج الحسابات. وهكذا ستصبح إيران حجة أخرى لتبرير بحث نتنياهو عن نصره الحاسم. مشاهدينا الكرام، بانوراما النيل ما زالت مستمرة فيها ونتابع بعد الفاصل. التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ينظم قافلة طبية بقرية الميمون ببني سويف.
نجوب العالم، نبحث عن الخبر والمعلومة بالصوت والصورة. قناة النيل الأخبار على nile.eg، الخبر والمعلومة بالصوت والصورة. النيل الأخبار nile.eg، معك في كل مكان. عبر القمر الصناعي نايل سات على التردد التالي: قناة النيل الأخبار. والآن مشاهدينا الكرام مع هذه الوقفة الاقتصادية مع حنان الخولي. شكرا لكم أشرين وعبد الله. مشاهدينا أهلا بكم في هذه النشرة الاقتصادية وأهم ما فيها. رئيس الوزراء يؤكد اهتمام الدولة بتهيئة ظروف جذب الاستثمارات وتحفيز الشركات على التوسع في أعمالها. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد على اهتمام الدولة البالغ بتهيئة الظروف اللازمة لجذب الاستثمارات وتحفيز الشركات الكبرى على التوسع في أعمالها في السوق المصرية، ومعربا في الوقت ذاته عن تقديره لنموذج مجمع هاير الصناعي المتكامل بالعاشر من رمضان، والذي نجح بعد عام واحد من حصوله على الرخصة الذهبية في تنفيذ المشروع وبدء تشغيله والإنتاج به. جاء ذلك خلال لقاء مدبولي مع المهندس أحمد الجندي العضو المنتدب لشركة هاير الصينية، والذي أعرب عن تقديره لدور الحكومة المصرية وأجهزتها في تقديم كافة أوجه الدعم لتنفيذ مشروع الشركة في مصر. على صعيد آخر، وجه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وجه بإعداد خطة للعمل خلال السنوات المقبلة تضمن التوسع في استنباط وزراعة الأصناف الموفرة لاستهلاك المياه بشكل يضمن توفير ما لا يقل عن 20% من كمية المياه المستخدمة في زراعة الأرز سنويا. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء لمتابعة موقف زراعة الأرز والآليات القائمة والمبتكرة لتعزيز إنتاجيته وتوفيره في الأسواق للمستهلكين، وذلك بحضور وزراء التموين والزراعة والتنمية المحلية وعدد من المسؤولين. عقد رئيس الوزراء اجتماعا اليوم لمتابعة موقف منظومة إنتاج وتوزيع الأسمدة الزراعية بحضور وزير البترول والزراعة وقطاع الأعمال العام وعدد من المسؤولين. أكد مدبولي أن هذا الاجتماع يأتي بهدف دفع جهود صناعة الأسمدة الزراعية لتوفير احتياجات السوق المحلية وزيادة فرص التصدير، فضلا عن العمل على تحقيق الضبط لمنظومة توزيع الأسمدة بما يخدم مصالح المزارعين. قال الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قال إن جميع نقاط استلام القمح المحلي بمحافظات الجمهورية تقوم حاليا باستلام المحصول من المزارعين، مشيرا إلى أنه من المستهدف استلام 3.5 مليون طن قمح خلال موسم 2024، على أن يتم سداد مستحقات المزارعين والموردين خلال 48 ساعة من التوريد. هي بشائر الخير إذن التي سوف تكتمل بالوصول إلى نسب التوريد المقررة بعد زيادة الطاقة الإنتاجية للفدان لتصل إلى الأكثر من 20 إردب. فالصورة التي تكرر نفسها يوميا بأكثر من 500 نقطة قد جهزت لاستقبال القمح هذا العام تؤكد الوصول بنسب توريد قد تصل إلى 4 ملايين طن. رغبة المزارع أنه يورد دليل على أن السعر ده سعر مرضي وسريع، ودليل على أن السعر الاسترشادي للدولة اللي وضعته واللي تم الإعلان عنه كان بالفعل في الوقت المناسب وكان سعر مرضي لكل المزارعين. هنا لجنة الفرز بتلك الصومعة تحديد الدرجات والعمل والمكون يصل إلى 5 أعضاء يرأسها مندوب التموين. درجات التوريد عندنا 3 درجات توريد، 23.5 و23 و22.5 على حسب نسبة الشباب الموجودة.
لتخرج بعدها الدرجات كي تحول إلى مستحقات يتم صرفها إلكترونيا من أي بنك بحد أقصى لا يزيد عن اليومين طبقا لتوجيهات وزير التموين. يعني احنا بادئين الموسم التوريد 15، فعلا انا كنت موجود في الصومعه، تم صرف مستحقات المزارعين، المزارع مبسوط جدا بالنسبه للسعر وبالنسبه ان هو بياخد مستحقاته بدري. كل ذلك انعكس على المزارع والمورد بعد زياده اسعار التوريد هذا العام وزياده انتاجيه الفدان ايضا. راضي بالسعر، راضي الحمد لله كويس، عشان خاطر برضو ما في دعم للفلاح، يعني الفلاح بيجيب بياخد ال 20 غيب جنيه. السنه اللي فاتت الفدان كان بيجيب 12 دب وكان ب 1500 جنيه، والسنه دي ب 2000 جنيه، بيجيب 12 دب برضو بس ب 2000 جنيه. والله السعر تمام والانتاج حلو السنه دي، يعني الفدان بيجيب من 15 ل 17، وفي بدل بتجيب 20 دب. على اي حال هي البدايه التي لن تنقطع الا بعد الوصول بنسب التوريد المقرره هذا العام بعد زياده الطاقه التخزينيه للقمح لما يقارب 4 ملايين طن. رمضان الشحات، التلفزيون المصرية. بالاطمئنان على محصول القمح الاستراتيجي وصلنا مشاهدينا إذن لنهاية هذه النشاط الاقتصادية، وعودة لبانوراما النيل مع شيرين عبدالله. شكرا حنين. نظم التحالف الوطني الأهلي التنموي قافلة طبية بقرية الميمون التابعة لمركز بني سويف، استهدفت توقيع الكشف الطبي على نحو 1500 مواطن من أبناء القرية وتوابعها الأكثر احتياجا. شملت القافلة العديد من التخصصات الطبية بالإضافة إلى تنفيذ نظارات طبية ومنح علاجية على نفقة الدولة للحالات المستحقة. للاهتمام بالفئات الأكثر احتياجا في المحافظات المختلفة وفي إطار توفير الخدمات الطبية التي يحتاجها المواطن، تأتي جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بكياناته المختلفة بتنظيم القوافل الطبية المجانية بالقرى والنجوع في قلب المحافظات. هذه القافلة والتي جاءت تحت شعار شفاء الخير نظمت في قرية الميمون التابعة لمركز الوسطى بمحافظة بني سويف بتعاون بنك الشفاء المصري وبيت الخير ومؤسسة أحمد محسن مبارك الخيرية. موجودين النهاردة في قرية الميمون مركز الوسطى، وبكرة إن شاء الله هنبقى موجودين في قرية هرم ميدوم، مستهدفين إن احنا نكشف على 1500 حالة تقريبا في اليوم الواحد، يعني تقريبا 3000 حالة في اليومين. وزي ما قلت لحضراتكم كده احنا بننزل الأماكن الأكثر استحقاقا في المحافظة، وطبعا قرية الميمون دي من أكبر القرى على مستوى المحافظة كتعداد سكان وكمستوى فقر وكنقص في الخدمات الطبية كمان. احنا مشاركين إن شاء الله هنا في محافظة بثلاث عادات متنقلة، مجهزين أجهزة كاملة تمام، الكشف كله بالمجان، العلاج كمان بالمجان. القافلة استهدفت بخدماتها توقيع الكشف الطبي على نحو 1500 مواطن من أبناء القرية وتوابعها، وشملت تخصصاتها الأطفال، البطنة، الرمد، الأنف والأذن والحنجرة، العظام والجلدية، وشملت كذلك صرف العلاج للمرضى بالمجان وتوزيع النظارات والعلاج على نفقة الدولة للحالات المستحقة. بقدر المستطاع بنحاول نقدم خدمة متميزة 100% بالمجان إن شاء الله، نتمنى أن الإقبال ويكون الجمهور راضي وسعيد بالخدمة. ده واجب الناس علينا يعني وحقهم علينا أن احنا نيجي المسافة دي كلها عشان نخدمكم، وأنا سعيد جدا أن أنا معكم النهاردة. من جانبها وفرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوسطى الأعمال كافة التي تسهم في إنجاح مهمة القافلة بما يعمل على خدمة أهالي القرية وسهولة حصولهم على الخدمات الطبية المختلفة التي تقدمها هذه القافلة. النهاردة بيتم تنفيذ القافلة لخدمة أهالينا في قرية الميمون والعزب والقرى المجاورة، ومستهدف كشف على 3000 مواطن، ويتم صرف العلاج، وطبعا استكمالا للجهود هيتم تنفيذ قافلة غدا إن شاء الله في قرية هرم ميدوم. تم التوجه لنا مباشرة بتوفير الأماكن المخصصة ليهم وتوصيلات الكهرباء ومتابعة أعمال المضافة، كذلك المتابعة اليومية والمستمرة لهم حتى انتهاء أعمال القافلة. قوافل طبية يتم تنظيمها في قلب الريف المصري لتقريب الخدمات الطبية للمواطنين وتوفير عناء الانتقال للمدن عليهم، وبما يسهم في تسهيل حصولهم على الكشف والعلاج. سوزان مصطفى، النيل للأخبار. مشاهدينا الكرام، نهاية هذه النشرة، ولم يتبقى إلا التذكر بأبرز ما فيها من عناوين.
توافق مصري بحريني على ضرورة حفظ أمن المنطقة وشعوبها والعمل على الدفع بالحلول السياسية والبعد عن الحلول العسكرية. دخول 206 شاحنات مساعدات إلى قطاع غزة اليوم من معبري رفح وكرم أبو سالم. جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤكد إصابة 18 جندي في ضربة نفذها حزب الله اللبناني. انتهت هذه النشرة مشاهدينا الكرام، ولم يتبقى إلا التذكير بموقعنا. للمزيد دائما من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت nile.eg. شكرا وإلى اللقاء. إلى اللقاء.